اليوم أقيمت 3 مباريات، فاز الهلال على الفتح في مباراة كانت يعني منتظرة، عطفا على أنه الهلال ما فاز على الفتح في الموسم في المباراتين ولا آخر مباراة من الموسم الماضي. 3 مباريات كان الفتح يتسيد الموقف، اليوم الهلال كسب المباراة وخرج الفتح من كأس ولي العهد وتأهل الهلال لنصف النهائي. نتابع تقرير المباراة ثم نعود. الفتح والهلال متصدر الدوري ووصيفه، زرقة البحر وصفو السماء، اجتمعتا على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء في الدوري الربع النهائي لبطولة ولي العهد، لقاء انتظره المنافسون قبل المؤيدين والأنصار. وأولى المحاولات بقدم الدوسري بعد مجهود من الشهراني، والكرة تجانب القائم، والقائد ياسر ينفرد بالحارس الفتحوي، وحكم اللقاء يستكمل اللعب. سيطرة هلالية لم تعجب الفرنسي كومبواريه الذي واصل توجيهاته، فجاء التنفيذ بقذيفة انطلقت من قدم هرماش لتعانق شباك الفتح وتهز المدرجات الزرقاء. جول أول للزعيم، جول لهرماش، عاد الهرماش، كرة على الماس. 37 دقيقة احتاجها الفتح للوصول لمرمى الهلال، ولكن دون خطورة تذكر. مع إطلالة الشوط الثاني، عبد العزيز الدوسري يقترب من مضاعفة النتيجة، ودوريس سلمو يتأخر في تنفيذ الكرة مفوتا فرصة التعديل. الإصابات تعصف بالفريق الفتحاوي، والجبال يخسر لاعبين مهمين دفعة واحدة. السيطرة الهلالية تتواصل، وسالم الدوسري يتفنن في كرة كانت ستعانق الشباك لولا تدخل مدافع الفتح، وعبد العزيز الدوسري يعود ليجندل دفاعات الفتح واحدا تلو الآخر مفتقدا للمسة الأخيرة. الأمواج الزرقاء تهدر في ملعب المباراة، وياسر الشهراني يقطع كرة من منتصف الملعب وينطلق ليمررها لوزلي الذي أغرق مرمى الفتح بالهدف الثاني. أؤكد لكم أنها كتبها الهلال، قصص الأبطال كتبها الهلال. الهجوم الهلالي يتسيد المباراة ويرهق الدفاع الفتحوي، ودوريس سلمو يجتهد لتسجيل هدف مع دقائق المباراة الأخيرة، واللقاء يلفظ آخر أنفاسه، ومدافع الفتح يتدخل ليفشل مشروع سالم الدوسري الذي شق صفوف الفتح وكاد أن يسجل هدفا على طريقة الكبار، ليطلق حكم اللقاء صافرته معلنا تأهل الهلال للدور النصف النهائي في مباراة ظهر فيها الهلال ليعانق سماء بطولته المحبوبة. بدر الفايز، كورة. طيب قبل ما نتكلم عن المباراة، مبروك الهلال، هارد لك لفريق الفتح. يقول لك عيد، ماني بزعلان، بالعكس مستمتع كثيرا بالحديث، ورسالتي مجرد توضيح رأي، واختلافي مع أستاذي خلف وجهة النظر لا يمكن أن يغضبني أبو أحمد يمون على كل شيء. خلاص؟ عفي، هذا عهدي فيه. الهلال، الهلال والفتح أبو حسن. والله شوف، أنا من وجهة نظري، يمكن أنا بالنسبة لي كنت أتوقع أن الهلال راح يفوز. من الصعوبة أن الفتح يفوز يعني في 3 مباريات، تعرف النهائي الفريق الهلال فريق كبير يضم نجوم كبيرة، له تاريخ، له هيبته، له يعني أو يملك الإمكانيات اللي تأهله أن يحسم المباراة. فريق الفتح الفريق المتصدر وهو أفضل فريق الآن، هذا شيء نتفق عليه، لكن يبدو أن الإعداد النفسي لفريق الفتح، وأيضا أن الفريق شارك يمكن أحيانا بلاعبين غير جاهزين 100%، أثر على أداء الفريق. الفريق واضح كان مرتبك اليوم، خاصة في بداية المباراة. الهلال كان مسيطر في بداية المباراة، وبالتالي هذا ضغط على لاعبي الفتح. اللاعبين الأجانب اليوم في فريق الفتح لم يظهروا بمستواهم المعهود وأثروا عليه بشكل كبير. في النهاية الهلال استحق الفوز، وهذا حتى الآن يعطينا مؤشرات أن النهائي بين النصر والهلال، وهذا بحد ذاته انتصار للكرة السعودية، من أجل نشاهد مباراة. يزعلون عليك الرائد والفيصل الحين.
انا اقول هذه مؤشرات. الان لما اي 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 متابع رياضي يعني لما تشوف فارق الامكانيات الفنيه والماديه والتاريخيه النصر والهلال، ولكن مباريات الكؤوس ممكن يحدث فيها مفاجاه. محتاج الكره السعوديه، محتاج الكره السعوديه تشوف الهلال والنصر في النهائي. انا اقول لصالح الكره السعوديه ان النصر والهلال يلعبون على النهائي، لكن من حق الرائد والفيصلي انهم يتاهلون بجدارة أيضا. ولكن أنا من وجهة نظري أتوقع النصر والهلال ما لم تحدث مفاجآت، مفاجآت واردة في طيب. كأس ولي العهد أبو أحمد الهلال والله شوف أولا يعني الهلال اليوم فاز بمجهودات فردية من بعض اللاعبين وبلا تكتيك. يا ساتر المدرب يعني بصراحة وبلا تكتيك وضع محزن يعني إذا خسر يعني في فاز قالوا لعيبة فردية. شوف الكلام هذا مش اليوم نقوله منذ البداية، بل المشكلة إنه المدرب عندما يمضي وقت أطول المفروض إنه يكون عنده إدراك أكثر ويعرف أكثر. أنا هذا رأيي شخصي يعني، الأخير ما راح يأثر فيه الإدارة، هي أدرى من هي من يقيم وغيري أيضا في إدارة الهلال، لكن رأيي الشخصي من خلال متابعة المباراة الأخيرة كل يوم له تشكيلة، وأحيانا يلعب ثلاث مدافعين ثلاث محاورة، أحيانا بدون محاورة، اليوم يقحم لاعبين آخرين، يعني يؤخر لوبيز اللي هو الهداف إلى الوسط مع ياسر كثيرا، في أمور كثيرة يعني اجتهادات. ولما أقول اجتهادات فردية ما معنى التكتيك؟ اوكي اعتمد على مثلا اثنين في الاطراف اللي هم عبد العزيز الدوسري وسالم الدوسري بس عندما يمتلك الكره يجب ان يكون هناك لاعبين قريبين منك تلعب له ويرجع لك الكره الى ان تصل. احيانا اللاعب يجد وحده واحيانا يصر على ان يلعب فرديا الى ان تنقطع الكره، هذا معناه انه ما في انضباط تكتيكي، وبالتالي ربما عدم احترام حتى لتوجهات المدرب اذا كان من التوجهات. الشيء الثاني انه الفتح اليوم دخل مثقل بماذا؟ انه فاز على الهلال ذهاب وياه في الدوري ويريد ان يثبت انه اهل لهذا الفوز، هذا حمل ثقيل على اللاعبين كان. اضف الى ذلك انه في بعض اللاعبين عندهم ربما ايضا من زياره المباريات الكثيره انه صار عندهم ربما حمل لياقي، بعضهم اصيب، بعضهم تعرض لشد عضلي، بعضهم لم يكمل مباراه. اللاعبين الاجانب اثنين ما كانوا مستواهم الطبيعي، يعني سلموا ينفرد يوقف وكان اخر التعود على فريقه. هذه معطيات في مباراه نقولها لمصلحه المستوى الفني طيب. بشكل عام، لكن في الاخير الهلال اكيد يستحق. محتاجين الهلال والنصر في النهائي ككره سعوديه اكيد، لكن ترى الرائد والفيصلي عندهم حقوق جيده، عندهم اداء جيد في الملعب، عندهم تطور ملحوظ، الفيصلي يتدرج كثيرا، بس المشكله وين؟ انه هناك فارق من هنا الى يوم المباراتين، وهذا صراحه يقتل المسابقه، يقتل المسابقه. يعني وش ذنب مثلا الفيصلي والرائد اذا كانوا من المتقدمين والهلال عندهم يكون عندهم مشاكل مثلا وبالتالي تضيع عليهم الفرصة. ربما ربما أنه الهلال والنصر لو قدر أنه يلعبون بعد الفترة الشتوية أنه يغيرون بعض اللاعبين بسبب نهاية كأس ولا حد يعني كان عندهم نية مثلا يغيرون، الآن أصبحت الحاجة أكثر وأقوى وألح.